الحقيقة ساي شيلد واحدة من مقدمي خدمات الأمن السيبراني في السوق المصري والشرق الأوسط، وأول مرة نشارك النهاردة في المؤتمر لأن احنا جزء من الخدمات اللي احنا بنقدمها الأمن السيبراني في قطاع البترول. قطاع البترول النهاردة قطاع حيوي يمثل أمن قومي. شايفين ان خدمات الامن السيبراني النهارده لا تقل اهميه عن الخدمات اللي بتتقدم من قطاع البترول. حمايه القطاع نفسه جزء من الكواليتي للخدمات اللي بتتقدم من قطاع البترول، وده كان حرصنا ان احنا نكون متواجدين وسط الشركات اللي بتقدم الخدمات البتروليه. الحقيقه انا اتفاجئت الصراحه، يعني ما كنتش متخيل ان هيبقى فيه الاقبال ده وعدد الشركات المشاركه سواء المحليه او الدوليه. كاول مره يعني المشاركه كانت موجوده، الإعلام ما وصل للخليج بالقوة اللي نتوقعها، لكن إن شاء الله إحنا وزملائنا حيوصلوا إن شاء الله الرسالة. بس إحنا نشوف موجود شركات سعودية وكذلك الشركات اللي تصنع في مصر، كذلك عندهم مشاركة طيبة، وأغلب شركائنا العالميين الحمد لله اللي وجدناهم موجودين هنا، فحقيقة البداية طيبة والله يزيد ويبارك. مصر إحنا بنشوفها هي الخطوة على أساس الواحد يزور في أفريقيا. أفريقيا فيها تطورات كثيرة ومحلة، وفي نفس الشيء مصر هي كحوالي يمكن ربع رجال الشركة ومهندسين الشركة ومدراء الشركة الحمد لله من مصر، فوجود الإمكانية أن الواحد يقدر يتوسع ويقدر يأخذ الاستثمار في مصر والاستيراد من مصر في بعض المعدات اللي هم متخصصين فيها. احنا كسيفتي دلوقتي من اهم الحاجات في مجال البترول، واللي سيادة الرئيس بينادي بيها للامان بتاع البترول، يعني وده اهم مدخل للموارد للدولة. يعني كل شركات البترول موجودة سنويا الى جانب بعض الشركات الأجنبية، وبتدينا فرصة ان احنا نعمل حتى تعارف ونضيف لمجالنا او احنا نضيف لشركات اخرى. فلا أول تنظيم ما شاء الله جميل. يعني المعرض ليه أهمية قوية جدا، إنه مشاركتنا بتتيح لنا التعرف على شركات، إذا كان مثلا شركات ممكن نستفيد منها في مجال عملنا. إحنا طبعا مجالنا تحويل وتموين السيارات وإنشاء محطات الغاز الطبيعي، برضو بنتعرف على عملاء جدد. بنقدم في المعرض بنقدم للعملاء طبيعة شغلنا إيه، مزايا الغاز الطبيعي إذا كان تحويل السيارات، فرق السعر طبعا بين الوقود السائل والغاز ده بيجذب العملاء. بس في المعرض ليه أهمية قوية جدا بالنسبة لنا. التنظيم كل سنة بيبقى أروع من اللي قبليها، يعني تنظيم السنة دي رائع جدا، نظام أحسن.